السلام عليكم، معاكم محمود الهيتي من جيم مصر. والنهارده لسه مكملين في نفس الكتاب. انا حاسس ان انا بقول نفس الكلمه كل فيديو، فاعذروا لي معلش لو تعبتوا من نفس الكلام. النهارده مكملين في عضله الصدر. زي ما اتفقنا عضله الصدر بالذات البار المسطح دي حدوته تانية خالص. البار المسطح الضيق حلو كلام، مش لكل الناس للاسف للاسف للاسف. هنا هو كاتبها لك مش لكل الناس، هو تمرين كويس جدا بس ممكن يسبب لك اصابه في الريست بتاع الايد بتاعك، فلو بيسبب لك اصابه في الريست ابعد عنه خالص. مش قلل الوزن، لا ابعد عنه خالص. بيشغل الترايسبس وبيشغل الصدر بس من جوه. حلو كلام، الناس اللي بتقعد تكلم تقول عايزه الصدر من جوه ومن بره، هي اهو المنطقه ديت، ده بتتجاب بالبار الضيق. حلو كلام، ده هنتكلم فيها دلوقتي واوريكم الحدوده الثانيه بقى اللي احنا قلنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت على البار المسطح. من هنا احنا على ظهرك نفس الكلام اللي اتفقنا، اسفل ظهرك لامس للبنش، تمسك ضيق، تنزل تحت تطلع لغايه كده، تنزل تحت تطلع لغايه كده. مش كل واحد فينا يقدر ينزل وما يكونش عنده وجع في الريست، وزي ما اتفقنا المسكه كده اهوت مش كده، المسكه كده. حلو الكلام؟ لتاني مره باكد، لو عندك وجع بيوجع لك بريس ليك تلعب ضيق بلاش منه خالص، مش تلعبه بوزن خفيف. تعال بقى نتكلم في البار المسطح. الفرق ما بين كوعك بره وكوعك بره جوه جسمك، حلو كلام؟ كوعك بره اهوت زي ما احنا شايفين بتشغل النص بالظبط في عضله الصدر. شايف اللون الاحمر هو ده بالظبط اللي جاي اللي بيشتغل اكتر حاجه. اللون الاورنج اللي هو البرتقالي ده اللي فوق لتحت بيشغل معاه مساعد. تاني واحده مش غلط، لما تلاقي ناس بتلعب وكحه قريبه من جسمها مش غلط، بس ده بيشغل معاه الكتف العالي اكتر، يعني الكتف الامامي واسفل الصدر والوسطى بيشغل قليل. حلو كلام، مع انا عارف الكلام ده ممكن يعني يسبب لك يسبب ناس انها تفكر كتير، بس هو دوت المسطح الاساسي، ان كوعك بتبقى بره مش جوه. حلو كلام، تعال نشوف الكلام ده معناه ايه. قبل ما انزل كوعك معناه بره ان هو كوعك بينزل 90 درجه بالظبط كده اهو، ده اللي بيشغل النص، الجزء بالظبط اللي في النص اللي في الصدر، تنزل مسطح تطلع تاني. التاني اللي هم بينزلوا تحت تطلع تاني بالظبط زي لعب زي الضغط، بتلاقي ناس بتلعب ضغط كده وفي ناس بتلعب ضغط كده، نفس الشيء بالظبط بس ده بالبار. حلو الكلام، فتعالى من هنا اهوت المسطح الاول، الكوعك اللي هو بره اللي هو العادي المسطح العادي بتاعنا جدا اللي بنلعبه ده، بيبقى كوعك بره بالظبط. كم وسط ما يقدر ده بالظبط الكوعك اللي بره. هنا انت بتشغل الجزء الوسطي للسن. تاني واحدة اما يبقى كوعك نازل لتحت شوية قريب من جسمك، شايف الفرق جدا، ده بيشغل معاك الجزء السفلي اكتر من بيشغل الجزء اللي في النص، وهو اصلا حركته من اخر اللي يعني ساعات الناس لما بتلعب اللي هي كوع قريب بيلعبوا كده عشان يحط اوزان ازيد كتير، مش عشان يلعبوا صح. للاسف هو نوع من الانواع اللي بيخليك تشيل اوزان كتير بس بتحمل على عضلات تانية، فبلاش منه. نصيحتي الشخصيه ده بتلعب فلات بتلعب مسطح العب اللي هو الكوع اللي بره، دي نصيحتي الشخصيه، بس الاثنين بيشتغلوا، بس كل واحد بيشتغل حاجه تانية بالظبط زي الضغط. انا هوري لك دلوقتي ممكن تثبت اكتر، ممكن تثبت اكتر لما تشوف ايه الضغط هيبقى عامل ازاي. معلش انا بحاول اوسع مكان. ماشي، الضغط الناس اللي بتلعبه كوعك بره شايف الفرق ما بين دوت بتطلع تاني، كوعك بره تطلع تاني، ده بالظبط زي اول نوع عملناه في البار. تاني نوع شوف كوعك بيبقى لازق جنب جسمك تطلع فوق، كوعك جنب جسمك تطلع فوق، ده بالظبط زي البار اللي لعبنا. حلو كلام، فهو الاثنين صح مش غلط، بس كل واحد زي ما اتفقنا بيشغل جزء معين من العضله. تعال نشوف الديكلاين اللي هو اللي بيبقى نازل لتحت. ناس كتير جدا ما بتحبهوش، بيقول لك بيتاثر على العين ومش بيتاثر على العين،
والله انا واحد من الناس شخصيا لو انا عندي هنا المكنه او عندي الجهاز نفسه هنا في الجيم هلعبه، بس كل واحد فينا مختلف زي ما اتفقنا في اي عضله تانية. بص هو بيشغل كمان الايه اسفل الصدر، ودي الحركه بتاعته. مش وحش، بس انت واحد من الناس مش بتحبه خلاص ما تلعبهوش. ما تقولش ان هو غلط، ما تقولش ان هو محرم دوليا، ما تقولش ان هو بيأثر بيعمل، ما بتحبهوش ما تلعبهوش. بس في ناس كتير جدا بتلعبه، في ناس كتير جدا جدا يعني بتشهد ان هو تمرين كويس جدا. كفايه كده النهارده في الفيديو دوت، وان شاء الله مكملين الفيديو التاني ان شاء الله هنكمل الدمبل والمتوازي والحاجات دي كلها. يلا سلام عليكم.